الشيطان ليه فعلين بيضيق بيهم على بني آدم في المعصية؟ قبل الذنب بيحببهوله وبيكبره في عينه لغاية ما يخلي نيران الشهوة تولع في قلبه ويعمل الذنب ده، وبعد الذنب بيضيق عليه صدره وبيقسه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومغفرته، والإنسان بيقع في الحاجتين دول ومش فاهم إن دي خطوات الشيطان، والشيطان بيعمل الخطوات دي علشان يعرف الإنسان إنه كثير الذنوب ومفيش منه رجع. لازم الواحد يبقى عارف إن دي خطوات الشيطان، وانه بيكره الانسان وانه عدو الوحيد في الارض، وان الانسان بطبعه مش معصوم لان العصمة اتدفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الانسان المسلم بيذنب ويتوب ويجاهد نفسه وبيؤجر كمان على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى خلقك وعارف انك ضعيف، فلو وقعت في معصية او ذنب على طول بعدها بتوبة واستغفار، فاتبع السيئة الحسنة تمحوها، وما تسمحش ابدا للشيطان بعد الذنب انه يضيق عليك. فربنا سبحانه وتعالى اللي تاب على قاتل المئة نفس وصاحب الرغيف والذين خلفوا، هو سبحانه أرحم عليك من أبوك وأمك، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب.